انت علشان تقدر تحصل على شات جي بي تي بلس، كل عليك بس تروح عندك على العلامه اللي فوق دي، هتتاكد انك تم دفع الاشتراك وكل ده هيبقى مجاني. ركز كده معايا، بتروح عندك على الثلاث شرط اللي موجودين فوق، وبعد كده بتنزل تحت كده شويه، اضغط على الحساب بتاعك ضغطه، وبعد كده اضغط عندك على كلمه تخصيص وتخصيص شات جي بي تي. لو لقيتها مش متفعله اعمل لها تفعيل، وزي ما انت شايف كده بيقول لك السمات التي ينبغي ان يتحلى بها تطبيق شات جي بي تي، اكتب ان هو خلوق ومحترم وكويس ويكون بيفهم اهم حاجة. طبعا كل الكلام ده في الفاضي، واغلب ممكن اقول صناع محتوى على الفيسبوك قالوا الكلام ده. طبعا كل الكلام ده في الفاضي، وما تصدقش الكلام ده، وما تصدقش اي حد يقول لك ان انا باشتراك 100 جنيه هعمل لك حساب مدفوع على شات جي بي تي. طبعا الاشتراك 100 جنيه ده ممكن ما يقعدش معاك 24 ساعة على بعض، وكلها عبارة عن سيرفرات وهمية بيتم ربطها عن طريق حساب شات جي بي تي، وانت برضو بتستخدم المنصة المجانية. ركز كده معايا ازاي هنقدر نشترك في شات جي بي تي بلس او النسخة المدفوعة من شات جي بي تي. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. اولا علشان خاطر عيونكم، انا اوريدي اشتركت في منصه شات جي بي تي لسه من شويه، وتم دفع الاشتراك على المنصه اللي هي جي بي تي 4 او. زي ما انت شايف كده تم دفع الاشتراك، الاشتراك تقريبا في حدود 500 جنيه، بس هو يستاهل ال 500 جنيه حرفيا. وانا اول مره اتعامل مع شات جي بي تي بلس، واقول لك ايه هي مميزاته الضخمه. طبعا بصراحة شات جي بي تي ده جزء من حياتي اليومية، أصبح فعلا جزء من حياتي اليومية، بيلخص لأي حاجة في حياتي أو حتى كمان في شغلي. ركز كده معايا، تروح عندك على الثلاث شرط الموجودين فوق دول، وهننزل تحت بس كده عشان نتاكد ان احنا تم الاشتراك في منصه شات جي بي تي بلس. وزي ما انت شايف كده انا اشتركت في منصه شات جي بي تي، وهيخلص معايا يوم 25 اغسطس الشهر ده ان شاء الله. طبعا اضغط عندك على كلمه تم. زي ما انت شايف كده دي الانظمه اللي هي ممكن تكون موجوده، او الاعدادات اللي تكون موجوده في المنصه او الاشتراك المدفوع. طبعا في حاجة اسمها الترقية إلى شات جي بي تي برو. طبعا شات جي بي تي برو ده بحوالي 10,000 جنيه، لكن احنا خلينا في اللي هو ب 500 جنيه ده هيفي الغرض. دلوقتي المميزات اللي تلاقيه في شات جي بي تي، لما تيجي تسأله على أي حاجة هو بيجيب لك أحدث حاجة موجودة في 2025، يمكن أحدث حاجة لسه نازلة ممكن نقول من 10 دقايق أو من 5 دقايق، ده حرفيا. دي رقم واحد. رقم اتنين، ممكن يقدر يحلل لك بيانات اي حاجه، لو انت شغال في شركه يحللها لك، لو انت شغال في صيدليه يحلل لك البيانات، ممكن تكتب له اي حاجه مثلا انت عاوز تستفسر عليها، هو بيعمل سيرش على جميع المواقع اللي في العالم وبيجيب لك الملخص في الحاجه اللي انت بحثت عليها. طبعا زي ما انت شايف كده دي الحاجات اللي يقدر يعملها شات جي بي تي. ده غير كمان ان في علامه الزائد دي، في حاجه اسمها وضع الوكيل، وفي حاجه اسمها قم بالبحث التفصيلي، وفي حاجه اسمها الذاكره والتعلم لو انت عاوز تبدا تذاكر على منصه شات جي بي تي، حاجه اسمها انشاء الصور، وده بيفتح لك صور مجانيه ومفتوحه ملهاش حدود، حاجه كمان البحث في الويب. طبعا لو انت عايز تبعت ملفات زي البي دي اف ملخصات الجامعه هيبدا يلخصها لك وبكل تفصيل، وكمان تبدا تفهمها وتذاكرها. خلي بالك كل اللي انا قلته ده عادي جدا، اللي جاي هو الاحسن. طيب تعالوا كده نروح عندنا على العلامه اللي موجوده في الجنب دي، دي علامة انك تقدر تتكلم مع منصة شات جي بي تي. اهلا شات جي بي تي. اهلا يا احمد، اتمنى انك تكون بخير. انا بخير انا بخير الحمد لله. انا دلوقتي بصور فيديو على اليوتيوب، وانت هتطلع معايا على اليوتيوب، حابب تقول للناس ايه؟ ده شيء جميل جدا، قول لهم انك بتقدم لهم فيديو مفيد، وانك بتحب تشارك معلوماتك وافكارك دايما، وطبعا تقدر تقول لهم ان تشات جي بي تي موجود يساعد في اي وقت ويجاوب على اي اسئله تخطر على بالهم. بالتوفيق في الفيديو. طيب دلوقتي دي منصه تشات جي بي تي، تقدر تكلمه عادي جدا، وده برضو شفناه في المنصه اللي هي المجانيه. اما المنصه المدفوعه ممكن يقعد معاك فوق ال 10 دقائق، يعني المجانيه ممكن يقول لك مثلا اقصى حاجه ليك 8 دقائق تتكلم مع شات جي بي تي في الشهر. لا، انت ممكن تتكلم كل يوم عادي جدا وبشكل مفتوح ومجاني. وغير كده كمان ان في حاجه اسمها هنا الكاميرا، تقدر تفتحها، تفتح الكاميرا عادي جدا علشان تبدا تصور الحاجه اللي قدامك. زي ما انت شايف كده انا بدات اصور نفسي، لكن دلوقتي نعكس الكاميرا كده، تقدر تصور اي حاجه انت مثلا عايز تستعلم عنها وابدا يرد عليك شات جي بي تي. انت عارف الحاجه اللي قدامي دي بتاعت ايه؟ يعني زي ما انت شايف كده اعرفني دي بتاعت ايه. ايوه شايفها، دي باين انها بقريه للكاميرا من نوع كانون، شكلها مألوف جدا، ومكتوب عليها فعلا انها مخصصه لكاميرات كانون. لو محتاج اي مساعده بخصوصها قول لي وانا معاك.
والله زي ما انت شايف كده، بتقدر تتواصل معاه بالكاميرا بتاعتك عادي جدا، وتصور له مثلا اي حاجة انت ماشي او عايز تشوفها، وبيبدأ يتكلم معاك كأنه شخص عادي جدا. دي طبعا اهم ميزة موجودة في النسخة المدفوعة. يمكن ما تلاقيش طبعا في النسخة المجانية علامة الكاميرا اللي موجودة تحت دي، لكن دلوقتي لما نيجي نروح عندنا على الثلاث شرط اللي موجودين فوق دول، بتلاقي حاجة اسمها Image Generator، اللي هو بتقدر تعمل انشاء لكل الصور اللي انت عايزها، وطبعا الصور دي بيعملها الذكاء الاصطناعي. كذلك برضو الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، سواء انت كان عايز يعملك شورتس على اليوتيوب او التيك توك، او يعمل مثلا ماركتنج شغل اللي هو الماركتنج التصوير المنتجات، كل حاجة انت عاوزها. كذلك برضو الصور اللي انت شايفها قدامك دي كده، يعني انا من شوية طلبت منه يعمل لي صورة، طبعا صورة مثلا خيالية زي ما انت شايف كده، وكل ده بيتم بشكل مجاني. كذلك برضو في الاي اي الفيديو اي اي، طلبت منه برضو حاجة تانية يعملها لي، لكن هو بيبدأ بقى يقول لك تفاصيل هنا، انت عاوز تعمل فيديو شورتس على اليوتيوب بتتكلم عن ايه. خلي بالك بقى كده معايا، لو انت فاتح شات جي بي تي بلس على الكمبيوتر، فانت بتلاقي فيه اختيارات تانية خالص، وكمان شكل تاني خالص. بتلاقي فيه اهم حاجتين وصراحه عاجبني جدا، في حاجه اسمها كودكس، ودي بتتربط بحاجه اسمها جيت هاب، او منصه اسمها جيت هاب. المنصه دي تبع للبرمجه، بتقدر تحصل عليها اي حاجه تبع البرمجه وبشكل مجاني. عايز تتعلم عليها برمجه مفيش مشاكل، كل ده بيتحالك بشكل مجاني. كذلك برضو في منصه اسمها سورا، والمنصه دي تبع لمنصه شات جي بي تي، وطبعا احنا عملنا كذا ترند كده عليها، اللي هي الترندات اللي بتطلع بالذكاء الاصطناعي. ترند الصور اللي هو بالذكاء الاصطناعي بيطلع من منصة صورة، سواء بقى كنت عايز تخليها صورة، او ممكن تخليها فيديو، او ممكن تعمل كرييت لصورة او ايمج، وبعد كده ممكن تعمل كرييت لفيديو لو انت صانع محتوى، او انت عايز تبدأ تعمل محتوى على اليوتيوب او التيك توك، او حتى كمان في صورة تخيلية في ذهنك انت عاوز تخليها تطلع قدامك بالذكاء الاصطناعي وبشكل كويس جدا جدا جدا. طبعا منصة شات جي بي تي ومنصة صورة الاتنين بيتربطوا ببعض وبنفس الاكاونت، وبيعمل لك حاجه مفيش فيها انليمتد، او ممكن تعمل مثلا صور انليمتد، ممكن تعمل فيديوهات انليمتد، كل ده بشكل يعني بشكل مدفوع زي ما احنا اتفقنا، مش هنقول بشكل مجاني، لان احنا دفعنا تقريبا 500 جنيه في الاشتراك اللي هو الخاص بشات جي بي تي. طبعا مش خساره فيكم والله، انا حبيت ان انا اشرح الطريقه ازاي تقدر تشترك في شات جي بي تي بلس، علشان مفيش اي حد يضحك عليك تاني ويقول لك روح مثلا على التخصيص، حط الكلام اللي انا قلت لك عليه، والكلام ده يخلي شات جي بي تي، ما فيش الكلام ده خالص. في فرق شاسع، فرق السماء والارض بين شات جي بي تي بلس وشات جي بي تي اللي هو المجاني. البلس ممكن اقول لك هو ممكن يعمل لك كل حاجه، هو لو بيتكلم انسان بيتكلم هيقدر يحقق لك اي حاجه انت عايزها، ممكن يقدر يشتغل مكانك انت. اما النسخه المجانيه مرة اتنين تلاتة، بعد كده بيطلب منك النسخة المدفوعة. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، مع السلامة.